شباب احمد الداف معكم. وصلتنا رسالة من احد الاعضاء بالجروب انه نحكي عن الدقة بالقواص وبالنسبة للاكي 47. طبعا الدقة بالقواص بتتطلب تمرين دائم، بتتطلب معدات خاصة فيها، وكل شخص طبعا بحدد اللونج رينج حسب مهمته. يعني في اشخاص بتقوص على 100 متر بتعتبر هذه مسافه، بتتطلب تمرين دائم، بتتطلب معدات خاصه فيها، وكل شخص طبعا بحدد اللونج رينج حسب مهمته. يعني في اشخاص بتقوص على 100 متر بتعتبر هذه مسافه بعيده، في اشخاص بتقوص على 50 متر، في اشخاص بتقوص على 1000 متر، على 2000، حسب هو كل شخص شو المهمه اللي له. هلا انا بالنسبه لي للصيد بقوص على 500 متر وما دوم، بقدر اقوص على 800 متر وال 1000 متر بس، ولكن كل الصيد اللي بعمله تحت ال 500 متر. بالنسبه للمنطقه اللي انا فيها ما في المساحات الواسعه الواحد يقوص على 1000 متر وعلى 2000 متر، فدائما نحن تحت ال 500 متر. يعني طبعا بالنسبة للشرطة 100 متر ماكسيموم لهم، بالنسبة لهم بحبوا دائما او بفضلوا دائما يقوصوا مسافات تحت ال 100 متر، فعشان هيك شهادات الشرطة بالقنص تحت ال 100 متر بقوصوا 5 رصاصات من 25 متر، 50 متر، 75 متر، 100 متر، كل الرصاصات بده يكونوا بدائرة قطرة 2 انش، حتى بس نكون يعني شايفين قديش ال 2 انش اللي هي طابة الجولف. كل الرصاصات بده يكونوا هون من مسافات مختلفة، هو قاعد على الأرض، هو واقف على مهدى البارودة على سقف سيارة، ومهدى البارودة على خشبة أو على شجرة أو على شيء، هو نايم هو وقاعد، ف different position. وطبعا معهم تايمر بعيروا الوقت وشوفوا قديش في أوصن، قديش السرعة اللي بقوص فيها، وكل الرصاصات بدها تكون بدائرة قطرة 2 انشز. بالنسبة للجيش، الجيش وضعه مختلف، بقوص مسافات أبعد لأنه مهمته مختلفة، فما رح فوت بالتفاصيل يعني شو ليش وكيف، بس الجيش مهمته مختلفة عن الشرطة، فالشرطة دائما تحت ال 100 متر. بالنسبة للـ AK-47، الـ AK-47 بارودة مثل الـ M16 أو الـ M4 أو الـ هذا، إلى مجالاتها بارودة ما تعتبر للقنص، منا مصمم للقنص، هي بارودة هجومية أكثر ما هي بارودة للقنص، بس ولكن هذا لا يعني إنه ما بتصيب، لا بتصيب بس ولكن ما عندها الدقة مثل بارودة بولت أكشن. مثلا أنا حاطط هون بارودة بولت أكشن ورا مني اللي هي سبرينغفيلد واي بوينت 6.5 كريدمور، بقولوا لها سب امو اي، سب امو اي يعني بتقوى كل الرصاصات، كل الرصاصات بكونوا بدائرة قطرة اقل من انش، بتقوص فيها ثلاث رصاصات اربع رصاصات ورا بعض، كل الرصاصات بده يكونوا تقريبا عم يضقروا بعض، الجروب اللي لها بده يكون بحدود less than an inch. يعني إذا بدي أقوص أنا 5 رصاصات على مسافات مختلفة، كل الرصاصات بدي يكونوا ضاقرين بعض، يعني بدائرة قطرة هالقد، بس حتى تشوف قديش السب أمو أي، هاي اللي بقولوا له السب أمو أي، يعني كل الرصاصات بيكونوا تحت الإنش على مسافة 100 متر. أقوص 6.5 كريدمور، هي الرصاصة 6.5 كريدمور مخصصة للقنص، مخصصة لهيك مهمات. طبعا الـ AK-47 مثل M16 مسافتها تقريبا 500 متر وما دون، يعني بتوصل بعد 500 متر بس، ولكن ما بدي اقول منها فعاله، لا بتقتل بس ولكن منها دقيقه على 500 متر ومن فوق ال 500 متر. طبعا لما انت عم تجي تقوص رصاصه مثل AK-47 اللي هي 7.52x39، منا رصاصة مخصصة للقنص، يعني عندك رصاص مخصص للقنص مثل مثلا 6.5 كريدمور او 7.62x51 اللي هي بامريكا بقولوا لها 308، او بلبنان او بالبلدان العربية بقولوا لها رصاصة الماك. طبعا
البوليستيك اللي لها بتختلف. البوليستيك اللي هي عبارة عن ال ال الماث اللي لها أو الجبرا اللي لها أو قديش بتنزل الرصاصة مثلا. حتى فرجيكم إيه هون على البورد رح قارنهم مع بعض. مثلا إذا هيدا الهدف اللي إلي أنا هون، هيدا الهدف اللي إلي أنا هون على مسافة 100 متر، على مسافة 100 متر 6.5 كريد مور أو 3 واي بقوص أنا هون مثلا على مسافة 100 متر 6.5. إذا بدي أرجع على مسافة لنقول 300 متر إذا عم عين هون برصاص 6.5 كريد مور أو 3 واي إذا عم عين هون بدي يكون تقريبا تحت منا 4 إنشز هون تقريبا. فأنا بدي أعمل حساباتي لحتى أصيب هون على هيدي المسافة اللي هي مثلا قول 300 متر. ففي عندي هون شيء اسمه دايل إن، بعمل الكالكوليشن اللي هي ام او اي، شوف كم ام او اي اللي هي مينت اوف انجل بالانجليزي. فبعمل حساباتها، ومثل ما شايفين في ارقام هون، كل ما علي اعمله بيجي بحسبها، بعلي من هون وبفتلها، بعد كم درجه لازم انا اعمل ادجستمنت اغيرها وبقوس، فبتجي رصاصه بالهدف. طبعا هون انا مثل ما شايفين حاطط العيارات اللي إلي على 100 متر صفر، على 200 متر بدي 1 ام واي اللي هي 1 مينت اوف انجل، يعني اربع تكات تك 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 وغيرهم، صرت انا على ال 200 متر بتجي رصاصه بنص الهدف. على 320 متر بدي اعمل 3 ام واي و3 ارباع، مثل ما شايفين 3 ام واي و3 ارباع، يعني بدي تقريبا 3 ب 4 12 تقريبا بحدود ال 15 درجة، فبفتلها هيدي 15 درجة. بالنسبة للـ AK-47، AK-47 بارود بتختلف، والM16 ما عندها قوة دفع، ما عندها سبيد كافي لحتى تخلي الرصاصة توصل لهذا الهدف. طبعا إذا بدي أعمل ارك هون أنا، هيدي الـ 3 way، هيدي رصاصة المات اللي بدنا نقولها 3 way أو 7.62 by 51، إذا عم قوس هون الرصاصة بتطلع مثلا بهيدا الشكل بلش تنزل هيك، فالرصاصة بتطلع وبلش تنزل. بالنسبة للـ AK-47 لأنه رصاصتها ما عندها السرعة اللي عندها هي الرصاصات الثانية، الرصاصة رح تطلع بنفس الطريقة، بلش تنزل أسرع بسرعة أكثر، فمثل ما شايفين لأنه رصاصة ثقيلة وبنفس الوقت بطيئة، فبتنزل بسرعة. والM16 كمان ما عندها قوة الدفع للمسافات البعيدة. فهول الرصاصتين M16 والAK-47 منهم بوريد، منهم يعني مصنوعين للأهداف البعيدة، حوالي 500 متر وما دون، بيقولوا لهم الأربن وارفور، يعني الحرب الشوارع أو حرب المدن، فأي شيء تحت 500 متر هول البوريد ممتازين. طبعا الحل الوحيد لحتى تكون دقيق فيهم هول الرصاصتين أكثر شيء AK-47 والM16 هو أنك أوس على مسافات مختلفة، وتكتب على الورقة مثلا على 100 متر قديش بدك تعمل adjustment، على 200 متر قديش بدك تعمل adjustment، على 300 على 400 مثل ما نعمل هون. طبعا كمان النظور مهم. هلأ بالنسبة للنواضير، يعني النظور عادة بكون أغلى من البارودي، فما فيك تجيب نظور تشيب أو نظور نوعيته صناعة صينية وتتوقع منه نتيجة أو دقة. فهيدي النواضير إجمالا بتقوط فيها رصاصتين تلاتة، بيفرق النشام معك، فحتى نكون يعني عارفين عن شو عم نحكي. يعني بدك مثلا نظور، عندك في نواضير نوعية البراند رح سمي كذا اسم، مثل الفورتكس، مثل النايت فورس، مثل شميت أمبندر، زايس،
سوارسكي، في نوعيات كتيرة. فدائما يعني حقه فيه مثل ما بقول بتشتري مرة وخلص بدل عندك. فالنادور مهم كتير. طبعا اذا بدك تقوص على مسافات قصيرة تحت المئة متر بدك نادور من الواحد للستة، من الواحد للثمانية تقريبا، لانه تحت المئة متر الماجنيفيكيشن اللي هي قوة التكبير ماجنيفيكيشن بتكون من واحد لستة، يعني بتغيرها من هون الى مثل الحبسة. انا هيدا لانه بقوص فيه مسافات بعيدة، فهيدا من باتر من 3 الى 18 اذا مش غلطان، من الاربعة ونص الى 18. فمثل ما شايفين هون في ارقام عليه، بس حتى حطها حطهم هون حتى تقدر تشوفها. في ارقام بكونوا هون عليه على الجنب هون يعني. فهول الارقام شايف هلا 4.5، وكل ما زدت في معي 22 مثل ما شايفين هون، في معي 22 معك من العشرة ل من الأربعة ونص ل 22. فالماجنيفيكيشن مهمة. مثل ما حكينا عن النظور، طبعا البارودي كمان اللي يعني قد ايه عمر البارودي. في البواريد لها اعمار، ما في الواحد مثلا يتوقع مثلا بارود مقوصة 1000 رصاصة 2000 رصاصة انها تصيب هدف بدقة ورا بعض. هلا انا بصفن البارودي لما تكون باردة، بقوص رصاصة بشوف الرصاصة وين عم تجي وخليها، ما بقوص رصاصة ورا منها اذا بدي عدل فيها. فقوص اول رصاصة بخليها لتبرد للبارودي، بدها شي ساعة ساعة ونص حتى يبرد البارو، برجع بقوص رصاصة تاني. فهيك بتعرف قديش دقيقة البارودي. فهيدي بيقولوا لك كولد بارو اللي هو بكون الماسورة الباردة. طبعا بالنسبة للبواريد او دقتها، ما بدها تكون الماسورة، ما بدها تكون ماسورة عم تدقر ما بدها تكون ماسورة عم تدقر المطبط. فلحتى تعرف انت اذا الماسورة ما عم تدقر المطبط، بتجيب ورقة بتعجبها بهذا الشكل هيك وبتمرقها من هون مثل ما شايفين. ما بدها تكون عم تدقر المطبط بأي شكل من الأشكال، بدها تكون عم تمرق بكل سهولة وكل رياحة مثل ما شايفين. هذه البارودة بس حتى جيب لكم إياها، أنا فاتح الأكشن. فمثل ما شايفين هيك بدها تكون بقولوا لها فري فلورد بارل، يعني البارل أو الماسورة ما بتكون ضائرة بالمطبط. فبتجيب مثل ورقة بتمرقها من تحت منها بهذا الشكل، ما بتكون ضائرة الماسورة، ما بتكون ضائرة المقبض. ليش؟ لأنه إذا الماسورة ضائرة المقبض، أنت بس حط إيدك على المقبض بتحرك الماسورة يا شمال يا يمين يا طلوع يا نزول. فدائما المقبض ما بده يكون ضائر بالماسورة، بقولوا له free floated barrel. بيرجع كمان عندك السناب، السناب اللي هو التريجر، فبده يكون مخصص للمسافات البعيدة. كيف بكون مخصص للمسافات البعيدة؟ بكون السناب رقيق، يعني 2 باوندز تقريبا، البول عليه بحدود ببوقية تقريبا، يعني بس انت بدك تسكر البارل مثل ما شايفين فاضية. البول عليه من هون اللي هي الوزن، بقولوا له الوزن انتاع التريجر بكون 2 تقريبا. انا عامله شيء بس حتى افرجيكم انه فاضيه 2 باوند، يعني الوزن اللي عليه مجرد ما انا اقدر التريجر بيطلع الضرب 2 باوند، يعني وقيه كانك عم تشيل وقيه باصبعك. كمان بحط عليه سوبريسر اللي هو كاتم. الكاتم ما بغير كثير بالبارودة، الكاتم شغلته بس حتى البارودة ما تنط من قدام، بزيد عليها وزن شوي صغيرة بس، ولكن ما خص يعني ما خص ال ما بغير شيء بالبوليستيك. البوليستيك مثل ما قلنا اللي هي انه انحناء الرصاصة، قديش عند قديش بتوصل قديش انحناءها، فما بيأثر على شيء السوبريسر او كاتم الصوت. كاتم الصوت شغلته انه يخبي وجه النار للشخص اللي عم بقوص.
يغطي الصوت. لما بكون القناص عم بقوص، خاصة الجيش بقوصه بالكواتم حتى ما ينعرف الرصاصة منين عم تطلع، لأنه بس تقوص بالكاتم بيطلع الصوت غميق، فما فيك تحدد أنت منين الرصاصة عم تطلع إلا إذا مرقت الرصاصة من حدك. هلا الكاتم طبعا له أهميته كتير كتير كتير، يعني مثل ما قلنا بخبي وجه النار، بغطي الصوت منين عم يطلع، وبخفف من قفزة البارودي او البلولة، هي الفلاب او المازل، مازل فليب، فهيدي بساعد فيها. بيرجع في عندنا كمان شغلة الماسورة. على في باريد مثلا 6.5 كريدمور، اللي هي هيدي البارودي 6.5 كريدمور، عمرها الافتراضي للماسورة تقريبا بحدود 750، بين 750 و900 رصاصة. فانا كل 900 رصاصة بدي غير سبطانة البارودة، بغيروها من جوا لحتى تدلى دقيقة. طبعا انا ما عم اقول انه ما بتصيب، بتصيب بس، ولكن اذا بدي رصاصات يكونوا بدائرة قطرة تحت الانش، او تقريبا الانش شي 3 سنتي تقريبا بعتقد، فبدي يكون غير الماسورة لحتى تدلى دقيقة. فهيدا بالنسبة للبارودة. طبعا في اشياء كثيرة، إذا أنا ما بدي فوت بتفاصيلها حتى ما ضيعكم، يعني قبضة البارودة قديش الشخص يكون مرتاح فيها، بدها تكون دائما، إذا أنا حملها هيك بدي يكون هون أصبعي، أنا قصير مني طويل كثير، فإذا حطيتها على إيدي من هون بدها تكون مع الأسنان، أصبعي مع الأسنان تقريبا، ما بدي يكون طويل كثير وما بدي يكون قصير كثير لحتى أقدر أقوص يعني بريحة. بالنسبة لهيدي أنا ما حاططها هيدي منظر، حاططها هيدي بس حتى خدي يكون عالي مع النضور، حتى ما دلني أنا عم رافع راسي، فهيك بريح خدي من هون بحطه هون، فصارت عيني دغري على الهدف، فعشان هيك حاطط هيدي عليها، مش منظر ولا ديكور، حاططها هيدي عليها بس حتى أقدر ريح وجهي عليها أنا عم أقوص، لأنه مرار أنتوا عم تقوص بدك تكون تنطر مثلا 20 ثانية 30 ثانية. في اشخاص بيطلبوا بالساعات، مثلا اذا قناص عنده مهمه مثلا وفي رهائن وفي هذا، فبدي يدله عينه على النضور 6 ساعات 4 ساعات 5 ساعات، حسب شو هذا. فعشان هيك القناصين بيشتغلوا تيمز، بيكونوا 2 أو 3، فاذا واحد تعب بريح بدل واحد على عينه على النضور، والثاني بيروح بريح مثلا يستخدم الحمام، بده يشرب بده ياكل بده يعمل هذا، فبريح حاله بيرجع بريح. بيشتغلوا بجروب دائما، ما بيشتغل قناص لحاله، فدائما بيشتغلوا هم بجروب. في اشياء كثيرة يعني انا في يزيد عليها، بس انا ما بدي اضيعكم يعني مثل ما قلت، فعم بكون تقريبا بختصر اكثر ما فيي حتى ما اعمل الحلقه طويله كثير وازعجكم فيها. بس بالنسبه للرصاص، طبعا الرصاص بيختلف. كيف بيختلف الرصاص؟ طبعا اذا انت بدك تقوص هدف يعني دقي على مسافه 100 متر، خلينا نحكي نحن عن 100 متر ونزول، طبعا الرصاص له اهميته. الرصاص اللي بتشوفه بالسوق اللي بيكون بالعلب بالألف رصاصه والألفين رصاصه، منه رصاص للقنص. رصاص القنص بيكون بقولوا له ماتش جريد، يعني ماتش جريد يعني كل رصاصه واختها بتكون، يعني كل رصاصه فيها نفس كميه البارود، نفس وزن الرصاصه، نفس الكبسونه، فبتكون يعني رصاص يعني 99.99% متناسق مع بعضه، يعني ما بتلاقي رصاصه اتقل من رصاصه. فاذا بتجيب ميزان دقيق اللي هو ميزان الذهب، وبتجيب الرصاصات اللي بالسوق وبتفرطهم وتشيل البارود منهم وبتزينهم، بتلاقي امرار رصاص عن في رصاصه فيها بارود اكثر من رصاصه، او رصاصه اقل، او البوز اتقل او لادا. فهول الرصاص مصنوعين للمهمات الهجوميه والمهمات الدفاعيه، منهم مصنوعين للتهديف على المسافات البعيدة. رصاص التهديف على المسافات البعيدة بيكون شغل ايد، او بيكون شغل مصانع مخصصة لهيك اشياء، مثل مثلا الهورندي، شركة الهورندي في عندها كذا موديل من الرصاص، مثلا في الـ ELD اللي هي Extreme Long Distance،
هول الرصاصات بكونوا يعني متناسقين 99.99%، يعني تكون كل رصاصة يعني زينينة مع التانية، فما بكون في اختلاف فيهم. كمان في شغلة انه بالنسبة للقواص اللي هو الشخص قديش بيتمرن بالبارودة، كم مرة بقوص بالشهر، كم مرة بقوص بالأسبوع. طبعا ما في انا قارن حالي بشخص مثلا بلبنان او بالدول العربية، امكانياته محدودة، البواريد الموجودة بالسوق محدودة، الاماكن اللي فيها قوص فيها محدودة، فهيدي اشياء انا يعني بدي اخذها بالاعتبار انه في اشياء متاحه لنا هون مش متاحه لكم تحت بس. ولكن اذا في شغله محدده بالقواص حابين تعرفوها ابعثوا لنا مسج. بالنسبه للAK47 والM4، الAK47 ما بعتقد بيتركب له ناظور، فوضع شوي مختلف. الM4 في منهم جداد بيتركب له الناظور بس، ولكن طبعا منا بارودة دقيقة كمان، يعني بنرجع لموضوع الدقة. يعني حتى قارن البواريد بالسيارات حتى اعطيك فكرة يعني عن البواريد كيف. اذا عندك سيارة فيراري وعندك فان وعندك سيارة تاكسي مثلا، سيارة التاكسي فيك تحط فيها ركاب، فيك تروح فيها مسافات مثلا من هون لهون، فيها بقلب عالم بس ولكن منا سريعة. الفان فيك تحط بقلبه عالم كثير بس ولكن منه سيارة مخصصة للسرعة أو لل الرفاهية. فنفس الشيء البواريد، عندك بواريد مخصصة للدفاع، عندك بواريد مخصصة للهجوم، عندك بواريد مخصصة مثل هذه للقنص. فكل بارودة مهمتها شكل. طبعا هذه البارودة بتساع مثلا 5 رصاصات 7 رصاصات ماكسيموم. بالنسبة للAK47 بتساع 30 رصاصة، فيك تحط له درام بتساع 100 رصاصة. فهيدي البارودة بولت اكشن ما بتقوص كميات كبيرة، بتقوص رصاصة وبترجع بتلقمها لتقوص رصاصة تانية. عندك الAK47، عندك الM4، هالي اوتوماتيك فل اوتو، بقوصوا رشقي بقوصوا، فمهمتهم مختلفة. فطبعا يعني في كل شغلة لها حسناتها ولسيئاتها، يعني في لها ايجابياتها من ناحية، في لها سيئاتها من ناحية تانية، فحسب هي لشو مخصصة او شو المهمة اللي هي موكلة لها. فاذا كانت السبطانه قصيره ما حتكون البارودة دقيقه، واذا كانت المقبض من ورا قصير ما حتكون البارودة دقيقه. فهول بيأثروا على التهديف بشكل كبير. يعني السبطانه القصيره ما بتعطيها enough distance للرصاصة لحتى بقلب البارودة لحتى تكون تعطيها stability للرصاصة وسبين مثل البارودة اللي بتكون مثلا طويلة، الماسورة اللي لها طويلة. بالنسبة للكعب من وراء القصير ما بيعطيك استابيليتي انت عم بتقوص عليها، او مثلا بتكون ركيزة فبتدلع عم بتهز، بيقولوا له وابلينج. فهيدي كمان يعني شغلة مهمة. هلا بالنسبة للبوريد الAK47 او الM4 كمان التريجر اللي لهم بكون منه مخصص للقنص، فبكون تقيل يعني تقريبا 7 باوند 8 باوند، ولما بتكون عم بتشده لما بتكون عم بتشد بدك تقوص رصاصة ما بكون لين، فبكون سنابي يعني جفر او قاسة شوي صغيرة، مش مثل هيدي يكون لين. شيء في 2 ستيج، اول ستيج بتحس الزناد رجع شوي صغير لورا، ثاني ستيج يعني شعره بيطلع رصاصه، فبتطلع رصاصه انت بدون ما تحس فيها، مش مثل AK47 او الM4 بتشد 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 ليطلع الضرب. فافضل حل بالنسبه للAK47 هو انك تقوص فيها وتكتب على الورقه مثلا على المسافه تلقد قديش بدك تعين فوق الهدف، على المسافه تلقد قديش بدك تعين تحت الهدف او فوق الهدف. هيدا افضل حل فيك تعمله انك تكتبهم على ورقه وتتمرن عليها. بالنسبه للM4 في منهم فيك تحط لهم ناظور. طبعا الناظور عم نحكي هون يعني نحن بدك تكون ناظور يعني على القليله من 1 ل 6، لانه الM4 مسافتها تقريبا 500 متر كمان، توصل ل 700 متر 800 متر بس، ولكن منا فعال ومنا دقيقه. حتى على 500 متر يعني عم تحكي تقريبا بدائره قطره
رصاصات بيجوا تقريبا بدائرة قطرة أكبر من هذه تقريبا شي 6 إنش، بعتقد بدائرة قطرة تقريبا شي 10 إنش، فمنا دقيقة كتير، مش مثل البولت أكشن. البولت أكشن على على 500 متر فيك تجيب رصاصات بدائرة قطرة تقريبا شي 5 إنش 4 إنش، فتعتبر دقيقة حسب قداش الشخص ممرن فيها. ففي عوامل كتير بتأثر على اللونج رينج أو على المسافات البعيدة. ما بدي فوتكم تفاصيل كتير كتير، عاملها حلقة مملة بس، ولكن في إلى اللونج ديستنس أو المسافات البعيدة إلى تشعبات كتيرة. فإذا حدا عنده سؤال يعني محدد عن نوع رصاص أو البارودة محددة أو بارودة معينة بس، ولكن بشكل عام القواص على المسافات البعيدة يعتبر شوي صغيرة واسع كتير، وعلم يعني بحد ذاته بحر. فبس حتى يعني بوقت احنا اللي حكينا يعني يضوب يعني we scratch the surface بالمبور يعني كسرنا الجليد بس، ولكن بالنسبة للقواص المسافات البعيدة الموضوع كتير 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 واسع. يعني بتمنى يعني ما اكون ازعجتكم بالحلقه وعملتها طويله بس، ولكن حاولت اختصر قد ما في. ان شاء الله غير مرات نحكي عن انواع الرصاص وميزاتهم. بس حبيت يعني اكون شوي صغير يعني مختصر بهذه الحلقه.